من استوديو صيف البحرين، صبح عليكم بالخير مشاهدينا في حلقة نهاية الأسبوع. شلون الخميس الونيس يا إيمان؟ والله حلقة نهاية الأسبوع تكون خفيفة، صح؟ واليوم يمكن أحس بالويكند يعني شيء أكثر، ما أدري إيش له. يعني بداية الأسبوع يعني مثل الهرم يصير، صح؟ يعني بداية شيء الإنرجي يروح، بعدين يقل بعدين يرد يرتفع. يرتفع. أكيد أصبح عليكم مشاهدينا بكل خير، ساعة على الهواء إن شاء الله بنستعرض فيها محطات متنوعة للصباح الخميس، ويعني حلقة الخميس دائما خفيفة متنوعة، وإن شاء الله الجمهور والمشاهدين يستفيدون من المحتوى اللي قاعدين نقدمه. صح، وبدت الأماكن شوي تفتح، بدت البرامج تزيد، الفعاليات بدت تزيد حتى لو كانت شوية عن بعد، لكن شوي راح يكون في خلاص. وحلو الخبر اللي بعد أنا سمعته يمكن أمس، اللي هو تأكيد سباقات الفورمولا 1 إن شاء الله بتكون في البحرين. بيكون في سباقين، أول واحد بيكون تاريخ 29 نوفمبر وثاني سباق بيكون 6 ديسمبر، سباقين في حلبة متغايرة بتكون بين أول سباق وثاني سباق لضيق الرزنامة كانت في الفورمولا 1، فخبر وايد حلو للبحرين. المحبين الرياضة وعشاق رياضة السيارات راح يستمتعون، وكيف في خبر احنا جدا اسعدنا، يمكن الكل اسعد بهذا الخبر اللي ان شاء الله المسايد راح تفتح على القريب جدا، وراح تكون أول صلاة الفجر، فهذا خبر جدا اسعد الكثيرين واسعدنا حلو. خصوصا ان شاء الله الحياة بترجع بشكل تدريجي، بس لازم الكل يعني يكون متكاتف، صح؟ مجتمع واعي عشان نبتدي شوي نتخلص من هاي كلها ان شاء الله. في البداية خلونا ننتقل لفقرة الرياضة مع الكابتن خالد بستقي ونشوف تمارين اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمرين اليوم بركز على الجهة السفلية من الجسم، بركز على عضلات الفخذ الأمامية والعضلات الخلفية من غير أي وزن، فقط وزن الجسم. هالتمرين وأداءه بهالطريقة اللي إن شاء الله بتشوفونها ساعد على إنك تزيد من حجم الكتلة العضلية عندك. بنسوي إن شاء الله اليوم 3-4 جولات من تمرين واحد للسكوات. في الجولة الواحدة عندنا 4 sets أو خلينا نقول 4 طرق نأدي فيها هاي السكوات، فالتيمبو راح يختلف العداء. الجولة الأولى بعطيكم نموذج من 3 جولات في جولة واحدة. بنسوي أول شيء 4 عدات تحت 4 عدات فوق 6 مرات، بعدين بنسوي عدتين تحت عدتين فوق 8 مرات، عقب بنسوي 16 سكوات عدة واحدة تحت فوق، عقب بنتم في لو بوزيشن خالص نسميه 32 وحدة. الجولة الأولى 4 عدات تحت 4 عدات فوق، كم قلنا؟ 6 مرات 1 2 3 4 up 2 3 4، هاي 1 2 3 4، 1 2 3 4، هاي 2 1 2 3 4، 1 2 3 4. أنا أستعمل دائما يدي حتى ما تخربط لين أعد، 1 2 3 4، هاي 4 باقي ثنتين، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 5 باقي واحدة بعد، 1 2 3 4 up 2 3 4. الحين مرتاح أسوي عدتين تحت عدتين فوق 8 تكرارات، 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2، هاي 3 1 2 up 2، 4 down 2 up 2، 5 down 2 up 2، 6 باقي 2 down 2 up 2، 7 باقي واحدة down 2 up 2، مرتاح على طول 16 واحدة، 1 2 تدري فوق 3 4، ظهري سيدة 5 6 7 8 9، كنا كرسي ورك تغير على الكرسي وتوقف، هاي 10 11 12، الكعب دائما على الأرض، 13 14 15 16، يعني 32 وحدة أو تمتحت، 1 2 3 4 5 6، ما وقف، 7 8 9 كبي برا، 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20. باقي 12 بس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هاي 30 31 32. اداء التمرين بهالطريقه شفتوا شلون؟ تمرين واحد سكوات فقط، ولكن غيرنا بطريقة أداء السكوات العدات. أربع عدات، عقب عدتين، عقب عدة واحدة، عقب تمرين تحت. هاي الطريقة يسمونه working under tension، تخلي لود على العضل بوزن جسمك فقط. هذه يساعد على تكبير أو زيادة حجم الكتلة العضلية. يعطيكم العافية. يعني ما شاء الله كالعادة، يعني كابتن خالد البستقي دائما يعطي التمارين الصباحية الخفيفة اللي نسويها في البيت، بس هذه التمارين صح. أنا أقول خفيفة بس أحسها شوي صعبة علي، يعني يبي لها يعني شخص شوي يكون متمرس أكثر في الرياضة. غير أن خالد كان ويانا طول يعني صح. مرحلة طول البرنامج ما قصر، يعني كان موجود العافية. حتى في أيام الحجر المنزلي والناس يعني استفادت منه بشكل كبير. ورحنا شخصيا استفدنا منه حمد، فأكيد نوجه لك تحية كابتن خالد البستقي. مشاهدينا في فقرتنا الأسبوعية الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بنتطرق خلالها إلى دور إدارة مهمة، ألا وهي إدارة العلاقات التجارية الخارجية اللي تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد البحريني خارج أرجاء مملكة البحرين. للحديث أكثر حول دور هذه الإدارة يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو الأستاذ يوسف محمد المعتز، القائم بأعمال مدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. صباحك الله بالخير. صباح الخير. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ. أخوي حمد صباحكم الله بالخير، مشكورين على الاستضافة طبعا. يا هلا يا مرحبا فيك. صباح الخير أستاذ يوسف. في البداية، شنو الدور إدارة العلاقات التجارية الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة؟ طبعا في البداية الله يسلمك، الإدارة تقوم بمهمات وواجبات كثيرة حقيقة، لعلي أذكرها على عجالة طبعاً، والأهم منها تقوم الإدارة بإعداد التقارير الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين والتكتلات الاقتصادية الأخرى والدول الأخرى طبعاً، وهذه التقارير يكون فيها حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وهذه الدول، وفيها مؤشرات بنسبة السلع ونوعية السلع اللي تم استيرادها وتصديرها. طبعاً من ناحية أخرى تشارك الإدارة بالتزامن مع جهات حكومية أخرى في لجان مشتركة بين البحرين وباقي الدول، وطبعاً يتم في خلال هذه اللجان توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات في شتى المجالات طبعا. كذلك تشارك الاداره الله يسلمكم في منظمه التجاره العالميه WTO والوايبو، المنظمه العالميه للملكيه الفكريه، وكذلك تقوم الاداره بالتنسيق والمتابعه وفي اجتماعات اللجنه الاقتصاديه المشتركه بين وزاره الصناعه والتجاره والسياحه وغرفه التجاره وصناعه البحرين. كذلك تشارك الإدارة طبعاً برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة في اجتماعات لجنة التعاون التجاري، واللي تعقد مرتين في العام طبعاً بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة والتجارة بدول المجلس. كذلك تقوم الإدارة باستقبال وتسجيل العلامات التجارية، براءة الاختراع، وكذلك استقبال الشكاوي تعدي على هذه العلامات، بالإضافة إلى التنسيق والترتيب لزيارة رسمية لسعادة الوزير وكبار المسؤولين للدول في الأمور اللي لها علاقة بالتجارة الخارجية. هذه بشكل عام اللي تقوم فيه الإدارة. نعم، يمكن أستاذ يوسف ذكرت موضوع الاتفاقيات اللي تكون نعم. أكيد من خلال الإدارة، لكن نبي نتكلم هل هناك اتفاقيات دولية يمكن تقوم فيها إدارة يمكن علاقات التجارية الخارجية؟ خلينا نتكلم أكثر عنها وعن هذه الاتفاقيات اللي تشرفون عليها في الإدارة. طبعا ما في شك، الإدارة تشرف الله يسلمك على اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، واللي وقعت في 2004 ودخلت حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2006، وكذلك اتفاقية تسهيل التجارة اللي تندرج تحت منظمة التجارة العالمية. ما في شك أن هذه الاتفاقيات تسهم في تعزيز مكانة البحرين اقتصاديا وتجاريا، كما تفتح أفاق أمام الشركات البحرينية للتوسع في السوق العالمية لوجود رقعة أكبر استهلاكية في العالم. هذه بشكل عام الاتفاقيات. جميل. اتفاقيات أساسية طبعا. نعم، العلاقات يمكن التجارية الخارجية، هل في يعني أي التزامات تتعلق بالتجارة بعد المحلية أيضا؟ طبعا الدور الأساسي الله يسلمك، عندنا احنا اللجنة كما ذكرتها من شوي، اللجنة الاقتصادية الرئيسية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة التجارة وصناعة البحرين. طبعا هذه اللجنة تعقد مرتين إلى ثلاث مرات في العام بحسب احتياج طبعا الشارع التجاري أو متمثل في غرفة التجارة وصناعة البحرين.
طبعا من جانب الوزاره يتراس سعاده وزير الصناعه والتجاره والسياحه بعضويه كبار المسؤولين في الوزاره، بالاضافه من جانب الغرفه برئاسه سعاده رئيس مجلس اداره الغرفه بعضويه اعضاء مجلس الغرفه. طبعا يكون على جدول الاعمال عاده جميع اذا صح التعبير المشاكل او المعوقات اللي تواجه الشارع التجاري، ومحاوله من وزاره الصناعه والتجاره والسياحه لها حلت هذه الامور وايجاد الحلول لها. طبعا ما في شك ان من تاسيس هذه اللجنه ليومنا يعني في شهاده من الشارع التجاري ان اللجنه قامت بدور كبير في حل كثير من المشاكل بالنسبه للشركات الاس ام ايز، شركات صغيره ومتوسطه وحتى الشركات الكبيره كذلك. جميل، تفضلت ذكرت استاذ يوسف قبل شوي قلت ان يمكن من الدور اللي تقوم فيه الاداره هي انها يعني تراقب المواضيع المتعلقه بالملكيه الفكريه يمكن وحتى مكافحه التقليد وغيرها من هذه الامور. نبي نتطرق اكثر حق هذه الامور والتفاصيل ودورها بشكل عام في هذا المحور بالتحديد. سؤال جيد الله يسلمك. قبل ادش في البروسس والعملية تقوم فيه الإدارة، أحب أنوه بس بوعي الشارع البحريني حقيقة ووعي المواطن، وفعلا أثبتنا نحن مجتمع واعي يعني بالابتعاد وعدم التساهل في اقتناء الأمور المقلدة بالذات صح. الإلكترونية والكهربائية حتى الأمور الطبية اللي تعرض في مواقع مثلا مشبوهة مواقع التواصل على سبيل المثال، فما في شك لها مضار كبير هذه في المستقبل، ممكن تؤدي إلى يعني مشاكل لا يحمد عقباها إذا صح التعبير، لأن تكون عادة مصنوعة من رو ماتيريالز مال المكونات يعني مكونات الأساسية رديئة تكون في هذه، فيفضل الواحد دائما يلجأ إلى الأشياء الأصلية طبعا أو الوكيل المعتمد أو الشركة المعتمدة. يعني طبعا دور الإدارة يعني إحنا نستلم الشكاوي لعشرات صراحة شهرين، وهذه أمور المقلدة موجودة في كل دول العالم حتى الدول الأوروبية في كل الدول صح. فنستلم الشكاوي من صاحب الوكالة أو وكيل عنا أو أي شكوى تينا، فنباشر في التحقيق. طبعا نحول الموضوع إلى إدارة التفتيش وهي الإدارة المعنية بالوزارة، وتكون مشكوره هي طرش مفتشين، ويروحون اذا تاكدوا انه في بضاعه مقلده او هذه يضبطونها ويحررون محضر تفتيش بتوقيع المالك او توقيع التاجر نفسه، وترجع لنا الاوراق. طبعا احنا دورنا نطرشها بكتاب رسمي الى الجهات المعنيه وهي النيابه العامه طبعا، وعقب ما تحقق النيابه يصدر امر المحكمه نقوم احنا بالتنفيذ. طبعا عاده يكون ضبط هذه المواد المقلدة وإتلافها طبعا، ونبلغ النيابة بعد ذلك بأن الوزارة قامت بدورها بإتلاف هذه البضايع. طبعا هذه ما في شك في مصلحة التاجر الأساسي، بالأساس مصلحة المستهلك كذلك صح يعني. بلا شك مصلحة يعني. الطرفين طبعا في طبعا يعني. بس يمكن أستاذ نفس ما قلت الوعي زاد لدرجة أن الحين الواحد يعرف يعني وقت بيروح يشتري شيء أول شيء يبحث صحيح. يعني ما شاء الله الناس مو دايركت تروح تشتري، تبحث اول شيء نعم. وبعدين تشوف الفارق وتشوف فرق الاسعار وتشوف وين هاي. فالواحد يلجا الله يسلمك الى مو بشرط دائما السعر الاقل يكون افضل يعني، ولا يستانس انا شريت بمبلغ معين وصديقي شرى مبلغ اعلى، ترى اللي خذ عليه يمكن عليه ضمان مر على المواصفات المقاييس، هو المستفيد الاكبر، هو المستفيد في النهايه، لان يعني اساس ما توصل المواضيع الى اشياء سيئه لا قدر الله يعني. يمكن نتكلم عن مدى الاقبال على تسجيل العلامه التجاريه حاليا. في اقبال والله في السنين الاخيره اللي مرت يعني، في صار وعي لدى الشركات والتجار ورجال الاعمال يعني. احنا بس لولا جائحه كورونا مر في العالم في هالفتره، انا ممكن اعطيك انديكيشن يعني من شهر ديسمبر 2019 ليومنا هذا اللي من يومين استلمنا تقريبا ما يقارب 1400 علامه دوليه مرة تسجيلها عن طريق الوايبا طبعا المنظمه العالميه للملكيه الفكريه، واستلمنا كذلك علامات وطنيه طبعا تقريبا 814 علامه في صدد تسجيلها. نعم يعني اي بزنس بحريني يكون يعني من مهتم انه هو يسجل علامه تكون تجاري، لان هذه الوعي الله يسلمك صار ان انت اللي تسجل علامتك انت ممكن انك توصل للمستهلك بشكل اكبر وبشكل اسرع، وانت تميز نفسك على المنافس او الشركه المنافسه صح، فيكون وايد افضل. طبعا هذه العلامات تسجل لمده 10 سنوات وممكن تجديدها كل 10 سنوات. وبالنسبه ايضا حق براءات الاختراع نفس العمليه كذلك، براءات الاختراع طبعا تسجيلها يكون لمده 20 سنه. طبعا براءات الاختراع تمنح حق اي اختراع جديد من الممكن تطبيقه صناعيا او عمليا يعني، سواء في مجال الصناعه او مجال التجاره وتفر يعني. وتاخذون الاجراءات اللازمه طبعا طبعا في شروط معينه طبعا طبعا يصير تقديم الطلب عندنا، اذا تسجيل وطني طبعا ياخذ له الفتره المحدوده هي 3 اشهر 90 يوم للتفتيش على العلامه، اذا في علامه مماثله واذا في تعديل، في شيء اسمه فحص شكلي وفي شيء اسمه فحص فني. الشكلي والمستند تكون كامله، والفحص الفني بعدين نشوف العلامه هذه هل في لها علامه مماثله سواء في البحرين او برا البحرين. يمكن شنو سؤالي هو العلامه التجاريه شنو بيفيد البزنس خارجيا يمكن في البحرين وخارجيا؟ هي العلامه الله يسلمك طبعا يعتمد على صاحب الشركه والمؤسسه بيسجلها وطنيا يعني في البحرين او انه يلجا الى حسب بروتوكول مدريد يعني يسجلها عالميا، يختار الدول اللي بيسجلها فيها مثلا يختار 20 30 دوله يبي يحفظ علامته في هذه الدول.
يقدر يسجلها في اغلب الدول اللي موقع اتفاقيات مدريد او بروتوكول مدريد. فهذه ما في شك ان عندنا طبعا وايد شركات في فرانشايز في البحرين علاماتها معروفه بدون ذكر اسامي من اللي نسوي دعايه اللي اذا تبون نقول فيعني ما في شك يعني انت الاعلام اللي تشوفها في البحرين تشوفها نفسها في شرق اسيا، تشوف نفسها في امريكا في اوروبا، فمن تشوف العلامه تلجا حق هذا المحل ترغب فيه. صح صح. فانت هنا ميز روحك بعلامه معينه. حلو، يعني ما شاء الله دور كبير تقوم فيه الاداره في حفظ يمكن المستهلك وايضا التاجر من الموضوع والكثير من الاشخاص اللي مهتمين في هذه الامور. اكيد نشكر تواجدك حضورك الاستاذ حضرين. يوسف محمد المعتز القائم باعمال مدير اداره العلاقات التجاريه. شكرا لك مره ثانيه على الاستقبال. شكرا لك، يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا لك. شكرا. من مجموعه قصص الكاتبه والروائيه البحرينيه ندى الفردان نستمع الى قصه من كتاب دروع فارس للقصص القصيره، واللي تحمل في كل قصه قيمه كبيره يتعلم من خلالها الاطفال. تابعونا. السلام عليكم أحبائي الصغار، وأهلا وسهلا فيكم في فقرة حكاية قطر الندى. قصتنا اليوم من كتاب فارس ودروعه العشر. الدروع هذه اللي تخليكم فرسان بأخلاقكم وبمبادئكم وبشخصيتكم القوية. خلونا اليوم نتحدث عن درع ثقافة الاختلاف. خلونا نبدي القصة. عند الاختلاف تحاور يا فارس. استيقظ فارس فرحا هذا الصباح، فهو على موعد مع زملائه للعب كرة القدم عصر هذا اليوم. كانت لعبة كرة القدم اللعبة المفضلة لدى فارس. تناول فارس فطوره سريعا وبسرعة أكبر من المعتاد، فتعجبت من ذلك أخته راوية. سألت فارس لما هذه العجلة؟ أجابها لأنني أريد أن أذهب إلى المدرسة سريعا وأتناقش في خطة اللعب مع أصدقائي، لأننا عصر اليوم سنقيم مباراة بيننا وبين الصف المجاور. ضحكت أخته راوية وتمنت له التوفيق. وحينما جاء وقت العصر توجه فارس إلى الملعب، لكنه تفاجأ بأن الكرة التي سيلعب بها هو وأصدقائه مثقوبة ومفرغة من الهواء. حزن الأصدقاء لعدم تمكنهم من اللعب بالكرة. قال أحمد أنا عندي كرة سلة، فما رأيكم أن نلعب كرة السلة بدل أن نلعب كرة القدم؟ ثار جدل بين الأصدقاء، بين مؤيد ومعارض، وقد كان فارس من أشد المعارضين. قال فارس بغضب أنا لا أريد أن ألعب كرة السلة، أنا أريد أن ألعب كرة القدم فقط. رد عليه أحمد ولكننا الآن لا نملك كرة قدم يا فارس، دعونا نلعب كرة السلة قبل أن يضيع الوقت وتغرب الشمس. قال أحد الأصدقاء ولم لا أحضر كرة القدم الخاصة بي، فبيتي قريب من هنا وبذلك نستطيع أن نلعب كرة القدم المفضلة لدينا. ثار الجدل مجددا وانقسم الأصدقاء بين من يريد أن يلعب كرة القدم ومن يريد أن يلعب كرة السلة، فكل فريق يظن أن لعبته هي الأفضل والأكثر إمتاعا. على صوت الفريقين وكاد الأصدقاء أن يبدأوا عراكا بالأيدي، لكن لحسن الحظ كان بدر شقيق فارس وصديقه حسان يمران بالقرب من الملعب وقد سمعا صوت شجار الفريقين. اقترب بدر وحسان من مجموعة الأولاد، فاستنجد فارس بأخيه بدر ظنا منه أنه سينصره على الفريق الآخر، لكن بدرا طلب من الفريقين الهدوء وطلب أيضا من كل فريق أن يختار شخصا ليتحدث باسمهم ليحكم بينهم بإنصاف بعد الاستماع لوجهات نظر كلا الطرفين. الفريق الأول اختار فارسا والفريق الثاني اختار أحمد، وبدأ كل واحد منهم يشرح وجهة نظره. احتار بدر في الأمر، فقد وجد أن كل من الفريقين لديه وجهة نظر صحيحة. فكر قليلا ثم سأل صديقه حسان، حسان هل لديك قطعة نقدية؟ أجاب حسان نعم، ولكن لماذا؟ قال بدر
سأقترح على الفريقين أن يختارا بين الوجه والكتابة، ثم ألقي قطعة النقود في الهواء، ومن يفوز يلعب اليوم اللعبة التي يختارها، على شرط أن يلعب الأصدقاء اللعبة الأخرى في اليوم التالي. ها، ما رأيكم في هذا الاقتراح؟ تناقشوا أعضاء كل فريق فيما بينهم ثم قبلوا بالاقتراح، وبعد أن حلت المشكلة بينهم راح الأصدقاء يعتذرون لبعضهم البعض ويستعدون لبدء اللعب الممتع، كما أنهم لم ينسوا شكر بدر وحسان على مشاركتهما حل هذا الخلاف، وقطعوا عهدا بأن يحلوا خلافاتهم المستقبلية بالتأني والحوار والمحبة. لقد تعلم فارس مما جرى أنه حتى أعز الأصدقاء قد يحصل بينهم اختلاف، ولكي يتم الحفاظ على هذه الصداقة لابد أن يحترم الأصدقاء بعضهم بعضا، وأن يتقبلوا اختلاف ميولهم. وكان هذا الدرس هو درس فارس درعه السابعة. أتمنى أن تكون القصة قد نالت على إعجابكم يا صغاري، وأن تتعلموا التحاور عند الاختلاف. شكرا لكم ولاستماعكم، إلى اللقاء. أكيد نشكر الأستاذة على هذه القصة الجميلة. مشاهدين، معظم البنات ما يستغنون عن ارتداء العدسات اللاصقة الملونة والرموش الاصطناعية لما تعطي طبعا هذه الأمور من مظهر لائق وجذاب، واليوم حديثنا بيكون حول هذا الموضوع لتجنب الآثار السلبية على العين لارتداء العدسات الملونة والرموش الاصطناعية مع الدكتورة ندى حسن اليوسف، استشارية أمراض وجراحة العيون. صباحك الله بالخير، يا هلا يا مرحبا فيك دكتورة. صباح النور، أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. هذا واجبنا اكيد. يمكن هذا الموضوع وايد مهم بالنسبه لي، ان احنا الرجال نبي نعرف الاسرار ذي عشان يعني وقت نشوف نفهم. وانا اتوقع المراه اليوم بتستفيد اكثر عشان تتجنب الاثار السلبيه في ذي الموضوع. يمكن خلينا نتكلم عن معايير اختيار العدسات اللاصقه المناسبه والمريحه يمكن للعين بطريقه معينه، ممكن ان في اختيارات يعني تكون مريحه. في عده اشياء بالنسبه حق المعايير العدسات اللاصقه، أحدها مادة العدسات اللاصقة أو الماتيريال. المادة المفروض تكون لينة ومريحة، وأشهر وأفضل مادة هي مادة السيليكون هيدروجيل. هذه المادة تكون لينة ومريحة. النقطة الثانية المهمة هي نفاذية العدسة اللاصقة الأكسجين، نسميها أكسجين بيرميابيليتي، يعني إيش كثر العدسة تسمح للأكسجين أن يوصل للقرنية. بالنسبة حق هذا المعيار الثاني، المفروض تكون النفاذية بين 100 إلى 150. طبعاً أنواع العدسات الموجودة في السوق مختلفة، وبعضها يعني بالذات الأنواع الرخيصة اللي من شركات غير معروفة اللي تنباع في أماكن يعني مثل الإنستغرام وغيره، هذه تكون ما تنطبق عليها المعايير بس الأساسي. أغلب العدسات أو خلينا نقول كل العدسات اللي تنشر من محلات البصريات وتكون العدسات يعني شركات معروفة مضمونة تنطبق عليها المعايير. تتكلم معايير طبية صح؟ معايير طبية هي سيليكون هيدروجيل، الأكسجين بيرميابيليتي أو نفاذية الأكسجين يكون بين 100 إلى 150. والنقطة الثالثة ولا تقل أهمية هي حجب العدسة اللاصقة عن أشعة الشمس الضارة أو الأشعة الفوق بنفسجية. طبعا توفر هذه المعايير في العدسة تخلي العدسة تكون مريحة وآمنة وصحية بالنسبة حق العين. يعني دكتورة أنت ذكرتي يمكن معايير لاختيار العدسة، لكن بعد هالموضوع يمكن يخلينا احنا بيننا وبين نفسنا كبنات نبي نلبس العدسات، نفكر هل أقدر ألبس العدسة أكثر من 5 ساعات في اليوم، أكثر من 6 ساعات، أو المدة اللي لازم تكون العدسة موجودة على عيني؟ أوكي، بالنسبة حق العدسات، هي العدسات أنواع. بالنسبة حق العدسات الملونة بالذات هي نوعين، عدسات اليومية والعدسات الشهرية. صح. اليومية اللي هي الديلي ديسبوزيبلز اللي هي تنلبس يوم بيوم وتنرمى. أنا شخصيا خبرتي هي المريضات هذا النوع أكثر أمانا، لأنه يقي العين من بعض التلوثات، لأنه ممكن التلوث يكون من خلال العلبة أو المحلول. صح. أو صح. أو السطح اللي يستخدم حق العناية بالعدسات ما يكون نظيف ومعقم، فالعدسة لما تكون يومية تكون آمنة أكثر من هالناحية.
في العدسة الشهرية. العدسة الشهرية لو استخدامها كان وفق الاشتراطات ايضا بتكون آمنة، بمعنى انها تستخدم، هي شهرية تستخدم بس شهر، صح، او انها شهرية تستخدم 3 أشهر مثل ما بعض البنات يسوون. إيه؟ الشيء الثاني ان وقت لمس العدسات تنغسل اليد زين بالماء والصابون. علبة العدسات المفروض تكون حديثة، ما تكون العلبة قديمة. دائما محلول العدسات، العلبة مالت المحلول إيه معاها علبة حفظ العدسات، لازم دائما العلبة تتجدد والقديمة تنرمى، ما تستخدم نفس العلبة مالت عدستها السابقة. العلبة القديمة تنرمى. ليش أركز على هالنقطة؟ لأن أحيانا العلبة لما تكون ملوثة تنقل إلى العين جرثومة، أحيانا الجرثومة تكون خطيرة لدرجة أن لما تجينا مريضة عندها التهاب جرثومي في القرنية مرتبط بالعدسة اللاصقة، دائما وأبدا نطلب من المريضة تجيب من البيت العلبة، عشان ناخذ مسحة من العلبة حق التحليل المخبري. وغالبا أو في كثير من الأوقات تكون المشكلة أن الجرثومة من العلبة نفسها، لذلك تبديل العلبة، رمي العلبة القديمة، استخدام العلبة الحديثة، هذا يكون أفضل. هذه معلومة مهمة. يمكن دكتورة كثير من البنات يغسلون العلبة ويرجعون يستعملونها على أساس أنها خلاص انغسلت وتنظفت، بس ممكن يأثر عليهم. طبعا طبعا طبعا. فالعدسة الشهرية إذا استخدمت وفق الاشتراطات هذه راح تكون آمنة، بس يعني يفضل طبعا عدم النوم بالعدسة. النوم ممنوع منعا باتا، يعني حتى لو أن بعض أنواع العدسات الشركة المصنعة تقول هذه ممكن ينام فيها لمدة أسبوع. جميع أطباء العيون اللي في العالم، وهذا الشيء متفق عليه حتى في المجلات الطبية، النوم بالعدسات ممنوع منعا باتا، لأنه هو السبب الرئيسي والأساسي لالتهابات القرنية الجرثومية المرتبط بالعدسات اللاصقة. يمكن تكلمتي دكتورة عن موضوع النساء أحيانا يستخدمون العدسة لمدة 3 شهور وهي المفروض بس شهر، حتى الرجال اللي يستخدمون عدسات اللي هو ضعف النظر الطبية. نفس الشيء الطبية نفس الموضوع. فشنو المضاعفات اللي ممكن تحدث لما أنت تستخدم العدسة لمدة أطول من اللازم أو أكثر من اللي الطبيب حاطه؟ أول شيء التلوث، لأن هي لها مدة زمنية معينة، إذا زادت المدة الزمنية يكون في تجمع إلى الجراثيم على هذه العدسة. الشيء الثاني المادة خلاص تصير، ممكن حتى يصير فيها شق، وممكن يصير فيها يعني أمور ممكن تأثر على العين. لذلك يعني الشركة المصنعة حددت شهر، يعني شهر من ناحية تجمع الجراثيم، من ناحية التحلل ممكن يصير في المادة المستخدمة. يعني دكتورة مشاكل العدسات وايد، والبنات أكيد يعرفونها، لكن أنا شفت في الفترة الأخيرة إن في ملقط خاص يمكن حق لبس العدسة، بس ما نعرف إذا هذه ممكن يكون الملقط يعني من الأشياء الآمنة حق ارتداء العدسات، ولا ممكن يكون شيء سلبي في ارتداء العدسات. العدسات أنواع. العدسات اللينة عادة ما تحتاج إلى ملقط. العدسات الصلبة طبعاً ما أعتقد عدسات الصلبة موضوعنا اليوم. عدسات الصلبة لها موضوع بروحة لأن عدسات الصلبة هي عدسات علاجية تستخدم حق حالات مرضية معينة، القرنيات المخروطية، انحرافات الحادة في القرنية، لها يعني موضوع آخر. فهذه العدسات الصلبة هي اللي تنحط وتنشال بملقط خاص. بس العدسات اللينة الملونة لا، باليد. فلذلك أنا شددت على غسل اليد بالماء والصابون زين قبل لمس العدسة. حق المحلول دكتورة، يعني يمكن في المحلول بعد من شركات مختلفة، لكن شنو المحلول الأنسب حق العدسة وحق العين نفسها؟ هو المحلول اللي يكون فيه مضادات إلى الجراثيم والطفيليات. يعني عادة يكون يعني ما أقول اسم شركات معينة، بس بشكل عام المحاليل اللي تنباع في الصيدليات وفي محلات البصريات اللي يبيعون العدسات اللاصقة عادة يكون فيه هذه الاشتراطات. طبعا بالنسبة حق استخدام المحلول، بس أنت ذكرتيني أن فوهة المحلول الغطاء لازم تكون محكمة الإغلاق، يعني مو بلنا البنية تفتح علبة المحلول وتنساها طول الليل مفتوحة، بعد بتكون معرضة إلى الجراثيم. إن أحيانا الجراثيم توصل إلى العين مو بس من علبة العدسة، أحيانا من المحلول. لازم العلبة تكون
محكمة الإغلاق. هذه نقطة مهمة أكيد. يمكن أنا ما بنسى جانب الرجال في الموضوع ذي اللي يستخدمون وايد، أعرف ناس وايد تستخدم عدسات، هل ينطبق كله على نفس الموضوع ذي للي يستخدمون عدسات طبية لضعف النظر؟ يعني أشوف مثلاً في بعض الناس مثلاً يتدرب في العدسات، يروح الشغل بالعدسات، فشلون يصير طريقة الاستخدام في هذه العدسات لما هو يكون على طول خلاص يعني هو ضعف النظر وما يقدر يلبس نظارة لأي سبب ما يعني؟ جميع الاشتراطات والمعايير اللي ذكرناها تنطبق على جميع أنواع العدسات، سواء كانت التجميلية أو العدسات لها علاقة بضعف النظر. في بعد نقطة حابة أضيفها، يعني إن استخدام القطرات المرطبة بانتظام مع استخدام العدسات اللاصقة، لأن العدسات اللاصقة أصلاً سبب جفاف العين، وجفاف العين مع العدسة مع بعض مو زين، ممكن يسبب مضاعفات، يعني ممكن يسبب التصاق الجراثيم على سطح القرنية. لما تكون العين رطبة يصير تنظيف مستمر ويمنع التصاق الجراثيم على سطح القرنية. لذلك جميع مستخدمين العدسات اللاصقة سواء الملونة تجميلية أو عدسات النظر لازم باستمرار استخدام القطرات المرطبة. قطرات المرطبة أنواع، في قطرات مرطبة خاصة للعدسات عادة تكون أحادية الجرعة اللي هي قطعة بلاستيكية منفصلة، اللي هو dailies disposables اللي هي اليومية. هذه تكون آمنة وتكون مصممة للاستخدام مع العدسات اللاصقة. يعني أنا يمكن هذه النوع من القطرات اللي استعملها بشكل دائم. يعني دكتور أحلى، يمكن تكلمنا عن العدسات، تكلمنا عن الطريقة الصحيحة لارتداء العدسات والاحتفاظ بها. نبي نتكلم اليوم أيضا عن الرموش الصناعية، لكثير من البنات يلبسونها ما يعرفون أنه ممكن هي تضر على العين أكثر. فشنو هي أضرار يمكن ارتداء الرموش الصناعية بشكل مستمر وفترات طويلة أيضا؟ أوكي. بالنسبة حق الرموش الصناعية بعد، هي أنواع، في النوع اللي هو عبارة عن شريط كامل يحتوي على الرموش الصناعية، البنت تستخدمه في البيت بروحها وينحط على الجفن، الجفن صح، بصمغ خاص. هذه يعني عادة ما يكون في لها المضاعفات الخطيرة اللي نشوفها مع العدسات اللاصقة. يمكن المضاعفات اللي هي أكثر شيوعاً ممكن يكون في حساسية من المادة الصمغية اللي تستخدم حق تلصيق الرموش في الجفون. بالنسبة حق المادة الصمغية طبعاً، حتى بعد عدسات، حتى بعد الرموش اللي يعني تركب واحدة واحدة في الصالون، هذه بعد باستخدام مادة صمغية. المادة الصمغية في الحالتين ممكن أنها تسبب حساسية، طبعاً مو للجميع، للناس اللي عندهم قابلية للحساسية. لذلك ننصح باستخدام فحص الحساسية اللي يعني المادة الصمغية أول تجرب على أسفل وباطن الذراع، يعني مجرد ان شيء مقدار بسيط ينحط على الذراع للاختبار، اختبار الحساسية. اذا ما في اي حكة، ما في احمرار، ما في انتفاخ بعد 24 ساعة، معناته ان هذه المادة صمغية آمنة، ممكن البنت تستخدمها. طبعا افضل بكثير من ان يصير لها حكة وانتفاخ واحمرار في الجفون، على الاقل تسوي اختبار، يعني تصبر يوم واحد بس قبل. يعني دكتورة، يمكن كثير من البنات صاروا يلجؤون حق موضوع الرموش اللي تمون فترة طويلة، يعني حق 3 شهور 4 شهور، مو الاستعمال او الاستخدام اليومي. وعادة هذا الرمش يوضع على منبت الرمش نفسه، يعني عند العين. صح. انا اسمع بس مو متاكده اذا تصححين لي هذه المعلومه، ان هذه اثر اكثر يمكن من اي شغله ثانيه ممكن لها علاقه بالمكياج او بالكحل او حتى يمكن من العدسات، تاثيره جدا قوي لانه هو على منبت الرمش نفسه. صح. طبعا ممكن المضاعفات اللي ممكن تصير اولا مرتبطه بالمكان اللي يركبون فيه هذه الرموش، يعني لازم المكان يكون نظيف والاجراءات الصحيه تكون متبعه. ثانيا، خبيره التجميل اللي تركب الرموش لازم تكون عندها شهاده تدريبيه، لان هذه المنطقه يعني حساسة، جدا حساسه وشغل جدا دقيق، لازم تكون خبيره ولازم تكون متدربه. لأنه ممكن يعني لا سمح الله هي تستخدم ملقط. صح. والملقط حاد وتركب جرب من العين، لازم هي يعني تكون دقيقة وعندها مهنية عالية.
طبعا بالنسبه حق الصمغ تكلمنا، بالنسبه حق المضاعفات الاخرى غير عن الحساسيه ممكن يكون لا سمح الله جرثومه تدخل او شيء، لذلك الاشتراطات الصحيه تكون جدا ضروريه. في حاله توفر الاشتراطات الصحيه وفي حاله وجود الاختبار الحساسيه ممكن نعتبر ان يعني هذا الموضوع يكون نسبيا امن. يبقى موضوع ان مثل ما تفضلتي انه ينحط على الرموش رمش في فتره طويله، في خطوره او ريسك انه يمكن على المدى البعيد يسبب تساقط في الرموش. تساقط الرموش عادة يكون مؤقت، بس يعني بعض الحالات ممكن يكون حتى تساقط دائم في الرموش. لذلك يعني لازم على طول الوحدة تستخدمهم مناسبات معينة، أوقات معينة للضرورة. شيء جديد صراحة يمكن في عالم صمغ تحت ما كنت أدري أن يحطون صمغ في بالهاي. عشان يثبتون الرموشات بالصمغ. في الطريقة الثانية شنو قلتي الطريقة الثانية؟ في شريط يكون عليه الرموش، وهذه في البيت البنات يستخدمونه إنه بالصمغ يثبت على الجفن. الجفن نفسه مو على منبت الرمش يعني. أوكي. يعني بس هذه المضاعفات اللي هي الجلد اللي قلتي عنها. المضاعفات حساسية أو التهابات جرثومية. لذلك يعني مثل ما ذكرنا لتفادي هذه الالتهابات. في بعد الرموش اللي عن طريق المغناطيس، في الرموش المغناطيسية فيهم الحين. أي هذه بعد عبارة عن صفتين شريطين. إن يعني صفة تكون فوق الرموش وصفة ثانية تكون تحت الرموش، يحتوون على مادة مغناطيسية تساعد على التصاق الطبقتين مع بعض مع الرموش الطبيعية. دكتور هذه يأثر على العين وعلى الرمش ولا على حسب استخدام؟ يعني على حسب الاستخدام. على حسب الاستخدام. بس يعني وقت اللي الوحدة مثلاً تدخل MRI لازم تنتبه تشيله لأنه مغناطيس. كل شيء يخترعون دكتورة، كل شيء نشوف شيء جديد. يعني يمكن عالم التجميل حق المرأة عالم متجدد، في يمكن العدسات اللي تكبر العين، في العدسات اللي تصغر العين. لكن دكتورة أكيد ما شاء الله تمر عليك حالات كثيرة، يعني بالنسبة حق سواء كان المضاعفات اللي تمر حق العدسات أو المضاعفات اللي تمر على الرموش، شنو الحالة دكتورة اللي كانت بالنسبة لك يمكن غريبة من موضوع الحالات اللي مروا عليك اللي لها علاقة بالعدسات أو الرموش؟ طبعاً الحالات الخطيرة اللي تمر علينا للأمانة نادراً لها علاقة بالرموش. يعني اللي تمر علينا لها علاقة بالرموش عادة حساسية، حساسية تكون بسيطة وعلاجها بعد بسيط. لكن المضاعفات المرتبطة بالعدسات اللاصقة نعم يعني ممكن تكون خطيرة جداً. وخطيرة للغاية، ممكن حتى تأثر على الأبصار. وانتي بس تتكلمين وأنا أفكر في الحالات اللي مرت علي. يعني ممكن أشارككم وأشارك بعض المشاهدين، بالذات المشاهدات أهم. الحالة مرت علينا عبارة عن بنت عمرها 16 سنة، طالبة في الثانوية، كانت لابسة عدسة لاصقة ملونة، كان عندها مناسبة ولبست عدسات ملونة، نامت بهم. ويوم ثاني الصبح اشتكت من إحمرار وضحمة إضمحلال في الإبصار وألم شديد. راحت في عدة أماكن، تشخيص كان وايد صعب. لما شفناها توقعنا ان عندها احد الجراثيم الخطيره المرتبطه باستخدام العدسات، وهي جرثومه الاميبا، وتحديدا اسمها اكانثاميبا. فاخذنا عينه من القرنيه، بعد التحليل المخبري طلع ان عندها هذه الجرثومه، وعلاجها جدا صعب ويطول. يعني خضعت الى علاج على الاقل 6 شهور. ما شاء الله. 6 شهور. على سبب العدسة. وحتى بعدين بعد ما تم القضاء على الجرثومة، الجرثومة تركت أثر على القرنية. يعني القرنية المفروض تكون شفافة صار عليها ضبابية. اضطرينا مؤخرا أنها تخضع إلى عملية زراعة قرنية. لذلك عدسة. يعني موضوع عدم النوم بالعدسات، موضوع الموضوع اللي متعلق بالنظافة وقت استخدام العدسات جدا مهم. في نقطة ثانية بعد مهمة، إن المراهقات إذا بيستخدمون عدسات لاصقة لازم يكون تحت إشراف الأهل، وإلا ممنوع يستخدمون العدسات. صح.
لازم الأهل تأكدون إنها شالت العدسة، إنها ما نامت بها، وإن يعني حتى العدسة تكون من ضمن المعايير الصحيحة اللي ذكرتيها في بداية اللقاء. نعم دكتورة. نعم نعم نعم. تكون من صيدلية، تكون من مكان مختص للنظر، مو من الأماكن يمكن الثانية، لأن الضر على عين. بالضبط. يعني اليوم أحياناً يستمتعون بالشكل يعني ما يعرفون العواقب، يعني حتى لو بتستخدمين شيء أو بتاخذين شيء، يعني لازم تحطين في بالك كل هاي الامور عشان بعدين لا تندم. الجوده لازم تكون، العيون في النهايه اهم شيء، يعني في شيء اهم من العيون. يمكن كثير من البنات يستهينون، بس ان شاء الله من خلال هذه الفقره استفاده، ومن هذه الفقره اللي قدمتيها دكتوره. اكيد نشكرك دكتوره ندى حسن يوسف، استشاريه امراض وجراحه العيون. كل الشكر لك على حضورك لنا في استديو صيف البحرين وعلى هالمعلومات القيمه اللي استفدنا منها. اشكركم، واتمنى يكون المشاهدين والمشاهدات استفادوا. اكيد، شكرا لك دكتوره. اما الحين مشاهدينا، خلونا ننتقل لفاصل قصير وراجعين مع طبعا صباح الخميس، لا تروحون بعيد. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد من بعد الفاصل، وفي فقرتنا الأخيرة لهذا الصباح، شباب بحرينيين اختاروا يصورون البحرين بالبساطة والعفوية اللي اعتادت أن تكون عليها البحرين. طبعا أكيد نتشرف بمؤسسين حساب فوتو بي اتش، أحمد الكويتي ورشا يوسف. نرحب فيكم، يا هلا ويا مرحبا فيكم، احنا سعيدين تواجدكم اليوم ويانا. هلا فيك، احنا أسعد. يا هلا يا وار. مرحبا، صباح الخير. أشوف البداية، كلمينا عن تأسيس فوتو بحرين. فوتو بحرين طبعا هي منصة افتراضية على انستغرام، صار لنا 3 سنين، يعني طلعت الفكرة عفوية، يعني ما كان في أي خطة، وطلعنا كتجمع حق مصورين البحرين، حابين ندعمهم بإعادة الصور الحلوة وننظم بعض الجولات، أحيانا نروح نكتشف أماكن احنا مو متعودين عليها، نحاول نشجع المصورين يطلعون يكتشفون يصورون، نطلع الصبح الفجر أي وقت في الليل نصور، وهاي كانت الفكرة، وكبرت شوي شوي، صارت يعني تعاونات أكثر مع الناس، مع الهيئات أحياناً، فالحمد لله يعني ما شاء الله مستمرين من خلال 3 سنوات لين اليوم. وأنا شخصياً يمكن أتابعك وأتابع أحمد أيضاً في الإنستغرام، وأشوف الجولات اللي تقومون فيها. عندكم يعني رسالة حابين توصلونها، وهاي شيء يمكن يخليني أسألك أحمد، شنو الهدف أو الرسالة أو الرؤية أو الفكرة بشكل عام اللي حابين توصلونها من خلال هذا الحساب بالجولات اللي تقومون فيها؟ والله يمكن الرسالة الأساسية هو توثيق الحياة اليومية اللي قاعدة تصير في البحرين. يعني وايد يهمنا أن المجتمع هنا وهم المجتمع اللي برا البحرين يعرف شلون احنا عايشين كل يوم، البحرينيين وين قاعد يروحون، شو قاعد يسوون، واخترنا التصوير عشان نعكس هاي الشيء. فخلال الحساب قمنا شو نسوي، ان نعيد ننزل الصور اللي المصورين مصورينها حق الحياة اليومية في البحرين، على البحر، في الأماكن السياحية طبعا، والأماكن الغير معروفة بعد. ففوتو بحرين متواجد حق جميع المصورين وللتوثيق كل يوم قاعد يصير البحرين. حلو، تعززون السياحة يمكن بعد حتى من خلال الجولات أو التصوير اللي تقومون فيه. صح، كأنها يعني منصة للمصورين أيضا. صح. فيمكن رشا لكم تعاونات وايد مع وزارة السياحة، وأكيد اللي تسوونه ينمي هذا الشيء، العلاقة الكبيرة بتكون بينكم وبينهم. كلميني عن هذه العلاقة. طبعا أنا أول شيء أحب أشكر هيئة السياحة، لأنهم من أكثر الداعمين لنا ويشجعوننا دائما، وحتى يعيدون نشر بعض الصور اللي نحطها في الحساب، فدائما هم يعني متابعين لنا. تعاون اي، فتعاوننا وياهم في اكثر من جوله، نظمنا معهم اكثر من جوله خلال المهرجانات اللي تصير في البحرين، مثل مهرجان الطعام، مهرجان شوب بحرين. واحب اذكر بعد يعني شيء مميز، تعاون مميز كان معاهم السنه اللي راحت، كان في دعوه من مصورين من الامارات جو البحرين، مصورين وفنانين، فما قصرت هيئه السياحه، يعني رتبوا لنا، سهلوا لكم، سهلوا لنا كل الجوله كلها حق المصورين، وبالعكس يعني دائما احنا في تعاون معهم. ما شاء الله، يمكن يعني كلمه حق تنقال في حق رشا واحمد. في فتره تواجدي يمكن برا على البحرين، اشوف وايد يقولون لي والله في عندكم مصوره اسمها رشا، وعندكم مصور وفنان اسمه احمد، دائما يسوون جولات حلوه حق التصوير، فكانوا يقولون والله
كانوا يقولون عن مناطق بحرينيه يمكن اهل البحرين بس يعرفونها. هم يقولون انهم زاروها وتفتخر تشوف هالتسميه ما سمعين هالاشياء برا. صح، وبالذات انهم يعرفون الاماكن اللي احنا متعودين عليها. يعني احمد ما شاء الله طلعون جولات كثيره وتركزون على امور معينه، سواء كانت رحلات او جولات حق يمكن زوارنا او حبايبنا من خارج مملكه البحرين، او سواء كانوا مصورين بحرينيين. شنو الامور الاساسيه اللي تركزون عليها في هذه الجولات؟ مثلا هل تركزون مثلا على نوع العدسه، نوع الكاميرات، او مثلا حق الفكره العامه او الشامله اللي حابين توصلونها من خلال جولاتكم حق التصوير؟ اللي نركز عليه اول شيء اهم شيء المكان طبعا، وقصه المكان والسبب ان اخذناهم على هالمكان. طبعا الهدف بيكون تصوير، بس نفس الوقت الهدف هو التجربه ككل، يعني من بدايه وصولهم البحرين، لو كان عندنا زوار من برا البحرين او حتى لو منظمين جوله حق مصورين من البحرين. يعني مثلا من المناطق اللي سوينا فيهم فوتو ووكس كان منطقه عالي، يونا يمكن 40 مصور اول مره يتمشون في عالي، اول مره يشوفون الفخار، يشوفون تجربه الفخار قدامهم. فوايد نركز اول شيء على القصه، قصه المكان، تاريخه، ثم نبتدي بالتصوير والجوله حول المكان. يعني حلو، يعني تركزون على الحلو بعد في هالشيء. يمكن اللي ماسته الحين انه كثر ما يكون في عدد من المصورين يصير في منافسه اكثر. صح، فالجوده تعلى بعد. ويصير في تعارف اكثر، قمنا نعرف مين يصور، اذا احد محتاج مساعده يقدر يلجا حق مصورين غير، فصار نفس المنصه موجوده حق جميع المصورين وحتى الهواة اللي يحبون مجرد انه يصورون حتى لو بالتليفون. بعد ما في قوانين انه لازم المصور يكون محترف عشان يقدر يصور او عشان نعيد نشر الصوره، احنا وايد تهمنا قصه الصوره وساعات الرمزيه وساعات البساطه الصوره. يمكن انا اتعلم منك هالشغله احمد في الانستغرام، يعني دائما يصور بتلفونه بس الصور تطلع حلوه، فاقول يعني ما يهم سواء كانت كاميرا محترفه او حتى كاميرا التلفون، لطالما في قصه يعني حاب انك توصلها وناظره، يعني شلون الشخص ممكن يعكس هالمنظر بطريقته. يعني حلو. يمكن رشا الحين ما شاء الله يعني انستغرامكم وصل فوق 10,000 متابع، اكيد اللي تقدمونه انتوا دائما يعني يشجع الناس انه يسوون لكم فولو ويتابعونكم، فشنو الاكثر الاشياء اللي تركزون عليها في الحساب؟ اكيد عندكم شغله معينه مركزين عليها دائما. مثل ما قال احمد، يعني احنا نركز على الحياه اليوميه، نركز على الحياه اليوميه الطبيعيه للبحرين، يعني سواء كانوا اجانب او بحرينيين، فاحنا نركز على هاي النقطه، القصه. اكثر شيء القصه، ونحاول انه يكون في الانسان، يعني في شخص في الصوره، مو مثلا منظر ما في اي احد موجود في الصوره. فاحاول يعني بشكل عام انا اكثر شخص يمكن يحب هاي النقطه، انه لان انا اهتمامي اكثر في الناس، فاحاول ان تحبين الناس انت. احب الناس، احب تطلعينهم في الصوره. فانا احب اطلعهم في الصوره لان هم الشخص يقول قصته، فحلو انه يكون موجود في المكان. صح، يمكن رشا يعني على حسب متابعتي يمكن اللي قاعد اشوفه في الانستغرام وحتى اللي انا ادري ان انت قاعد تسوينه، انت دائما تسافرين يعني كثير السفر ما شاء الله عليك، خلال هالاوضاع اكيد انت متضايقه اكثر واحده وتصورين اشياء حلوه وغريبه. يمكن كلمينا عن البلدان اللي سافرتيها وعن المسابقات اللي شاركتيها وعن الصور اللي خدتيها وانت خارج مملكة البحرين، وحسيتي هذه الصورة خلت حيز جدا كبير وتفاعل عالي. يعني انا يعني شو اقول لك، موضوع وايد حساس، وايد حساس بالنسبه لي، لان خلال فتره الكورونا طبعا ما في سفر، لكن الحمد لله على كل حال انا ماخذه هاي الفتره كانه بريك، يعني راحه، اعاده ترتيب الاوراق ووايد اشياء ثانيه، تركيز على اشياء اهم. يمكن يعني صار فترة طويلة، صار يعني عندي موضوع السفر متكرر دائما ورا بعض سفرات. بعد نفس الفكرة، بعد أحاول أركز على الثقافات، على الإنسان، على الناس، أتعرف على الناس خلال السفر، شوية أتعلم لغات يعني خلال السفر. فهاي الأشياء أحاول أركز عليها، أحاول أروح أختار بلدان مو بوايد معروفة. صح، وممكن هدفي يعني شخصيا هدفي اني ازور كل بلدان العالم. والحمد لله قبل الكورونا بالضبط خلصت 100 دوله. ما شاء الله ما شاء الله، بالضبط كان اخر سنه. دائما تروحين يعني تصورين وكل توثقين كل شيء يكون يعني تقريبا اي، احيانا يعني اذا في اشياء تتوثق، احيانا اروح بس عشان استمتع اعيش الاجواء. حلو، 100 دوله ان شاء الله بعد الكورونا الله يعدي هالازمه على خير وتكملينهم. صح، 100 دوله. كنت انا بسال احمد يعني يمكن في موضوع أن أكيد مر عليك يمكن موقف سواء صعب، طريف، مضحك، يعني بما أنك قلت لي أن تطلعون وتصورون أماكن كجروبس، فأكيد مر عليك موقف، وبرجع لتنتي لأن أنت أكيد مر عليك مواقف في هالسفر.
كموقف عام يعني من المواقف اللي أحبها تمر علي هو الفترة اللي عقب ما أصور الصورة، لما أصور شخص إنه هني يبتدي التعارف، يعني يبتدي الشخص يبي يعرف منو أنا وليش قاعد أصور، وهم يبتدي فضولي أعرف منو الشخص اللي صورته وشنو قصته. يعني لأن الفكرة أنه ما تنتهي بمجرد اسم الشخص أو كم عمره أو من أي منطقة في البحرين، لا يصيدني فضول دام إحنا من نفس الديرة وهي أول مرة تشوفها فيس تو فيس، نفس المجال بعد صح. يعني بيكون في يمكن تعاون في خبرات، تبادل خبرات خصوصا ويا المصورين وايد، ترى يعني اسبوعيا نتعرف على مصورين جداد اسبوعيا، ما شاء الله هالقد مصورين هم في اكتشف وايد ان في مصورين مبدعين في مجال التصوير طبعا. فاحنا يعني منصتنا حق الكل، فان جنرال يعني الوايد حلو ان قمنا الحين وين ما نروح نشوف وجوه متكرره لان صورناهم. حتى يعني خصوصا سوق المنامه، سوق المنامه حفظناه يعني زرنوك زرنوك كل شيء صورته فيه، كل شيء حتى الحلوى يعني ما في شيء سوق المنامه غطيناه يعني. فالحين ويا الوقت كل ما الوقت يمر قمنا نكتشف مناطق اكثر في البحرين، اللي الحين خصوصا فتره الحين الازمه ان قمنا نروح مناطق اوسع بعد حول البحرين، لان البحرين دائما دائما في لفه انت ما شفتها صح، دائما في دائما وقت تروح دائما في لفه انت ما لحم ما ما مكان ما اكتشفته يعني رغم صغرها لكن فيها اشياء انت ما شفتها. منها ان كنا نتناقش هالموضوع ان المرافق وايد، في مرافق في البحرين، في محرك، في الجسره، في كرزكان، يعني بحرين وايد فيها اماكن بس يبي لها ان الشخص يطلع يسوق سيارته ويفتر ويشوف، يعني خصوصا مدينه حمد كم دوار، انت كل دوار بس تلفه يمين تشوف عالم وفريج وناس غير، فهاي الحلو في جولات التصوير. وتحب تكتشف طبعا المكان قبل ما تروح وتسوي جوله وتصور فيه عشان تاخذ فكره عنه. رشا احنا الحين بنعرض الصوره بس اذا الكنترول يعرضونها لي وتقولين لنا قصه هذه الصوره. هذه الصورة قصتها قصة، يعني احنا بداية السنة حصلنا دعوة فوتو بي اش كمصورين في البحرين ان نزور باكستان. قدموا دعوة ان يلا حياكم، ليش ما نتعرف على باكستان، منها ترويج سياحي لهم ومنها احنا نروح نصور ونطلع يعني. واول مرة اول مرة اي باكستان، فرحنا كمجموعة احنا يعني فوتو بي اش وبعض اصدقائنا وطرشوا لنا الجدول، فكان من ضمن الجدول بحرين، فاحنا شفنا الاسم بحرين قلنا ليه حين احنا باقي كم من يوم ما نرجع يعني ليش مستعيلين. بعدين كانوا احنا ودونا ذي قالوا بنوديكم البحرين، فبعدين طلعنا في منطقه في باكستان اسمها بحرين، فبس والله ودينا العلم فصورنا على البحرين في البحرين. ايش كانت البحرين اللي عندها؟ والله صراحه بارده بارده بارده، وصار يعني المواقف الحلوه ان هناك الناس الموجودين هنا يسالونا انتم من وين، نقول لهم البحر، وهم يقولون واحنا نسالهم انتم من وين، البحرين. فالعالم صغير يعني. وكانت يعني سفره من سفرات اللي ما تنسينها بالنسبه لك؟ طبعا اكيد مميزه كانت وايد. احمد يمكن هاي الشيء خليني اسالك اكثر، اليوم السوشيال ميديا ايش كثر تلعب دور اساسي في انها يمكن تسلط الضوء على المصور نفسه او حتى على الصور او المحتوى اللي حابين انتم تقدمونه من خلال حسابكم؟ لا، دور السوشيال ميديا وايد مهم، خصوصا ان هالفتره حتى المعارض الفنيه اللي انقطعت ان ما قلنا نقدر نروح لها صارت اونلاين، صارت عبر السوشيال ميديا، ويعني وايد السوشيال ميديا فتح لنا مجال نتعرف على مصورين في البحرين وخارج. يعني الحين حتى قمت اذا اروح الامارات اشوف في مصورين يعرفوني بدون ما التقي فيهم، والسبب هو السوشيال ميديا طبعا. حتى احنا التقينا صح في الامارات والسبب كان السوشيال ميديا، فلا وايد سهل لنا ان دائره المعرفه عندنا نشوف المصورين برا شلون يفكرون، شو المواضيع اللي يسلطون الضوء عليها، ونفس الشيء عندنا في بعد تبادل خبرات. أكيد يعني تبادل يمكن المواضيع اللي تخص التصوير، تصوير خبرات اللي هيك مصور ستايله غير، هاي ستايله غير، ياخذون من بعض. أكيد. يمكن هاي اللي بساله رشا، وين رايحين انتوا في مستقبلا؟ في والله ان شاء الله ناخذ الموضوع يعني بعد ليفل اكبر شويه. نحاول مثل ما يعني في البدايه كان مجرد جولات وطلعات وتعارف، الحين ان شاء الله بنحاول ان نعطيهم اكثر ورشات واشياء تعليميه اكثر تكون فيها تركيز على بعض المجالات المختلفة في التصوير. للحين قاعدين نشوف تعاونات، ممكن مثلا نتعاون مع
احد مصورين عالميين مثلا للبحرين يقدم ورش طويله مثلا، يعني عشان المصورين المبتدئين يتعلمون منه واحنا بعد نستفيد منه. فهذه بعض الاشياء والمعارض طبعا والدعم مستمر التعاونات طبعا التعاونات بينكم وبين جهات ثانيه. يعني ما شاء الله عليكم انتم مبدعين واحنا نفتخر فيكم ان عندنا مصورين في البحرين يقدمون محتوى جميل وتصوير جميل وجولات ايضا يمكن حق زوارنا من خارج مملكه البحرين. فاكيد نشكر تواجدكم وحضوركم معنا رشا واحمد، نورتونا اليوم في صيف البحرين. كل التوفيق لكم. شكرا لكم على الاستضافه. شكرا لكم مشاهدينا، وصلنا للأسف معاكم لختام حلقتنا لهذا الموسم. نتمنى أنكم وفقنا في كل شيء طرحنا معاكم وفي الاستضافات اللي شرفتنا سواء كانت في الاستديو أو عبر السكايب. يعني فعلا مرت الشهور ومر الموسم بسرعة وما حسينا فيه 100%. أنا يمكن عندي كلمة بغيت أشكر أكيد كل طاقم العمل، راشد، منفذين عندنا في البرنامج أمينة جناحي، طبعا أكيد بعد نور القاسم مشرفة البرنامج هدى المشاخيل، أشكرك أنت، فريق العمل لك. فريق الإعداد صراحة يمكن أنا مركز أكثر، كنت في الرياضة أول مرة أكون في هاي الأجواء، لكن سعد جدا. أنا اللي سعد ولقيت ناس طيبة، البحرينيين ما شاء الله فنانين وطيبين بشكل مو طبيعي. فإن شاء الله لنا لقاء ثاني إن شاء الله أكيد، وأنا إن شاء الله كل التوفيق لك بعد في البرامج الجاية يا إيمان. شكرا لك حمد. أكيد نشكر كل المتابعين على يعني استمراركم ودعمكم لنا وتشوفون البرامج القادمة، وإن شاء الله وفقنا يمكن في نقل الصورة وفي نقل أيضا التقارير والضيوف معنا. نتمنى إن شاء الله نلقاكم على خير وفي برامج ثانية، ومع السلامة. مع السلامة.